كل يوم في أخبار جديدة على الساحة الفنية ونشاطات المشاهير من تحضيراتهم وآخر الأعمال يلي عم بيقدموها، وبفن نيوز عم نخبركم بشكل يومي آخر الأحداث يلي عم تتصدر السوشيال ميديا بال24 ساعة الأخيرة. يسعد أوقاتكم، ورح أبدأ فورا بأول أخباري. فأغلب الفنانين عم بيحضروا لأعمالهم الجديدة سواء كانت على صعيد الدراما أو حتى الأغاني، وكل حدا من السيليبريتيز عنده طريقته الخاصة لحتى يحمس متابعينه ويخبرهم شو عم بيجهز. جوزيف عطية شارك المتابعين فيديو جديد وصورة من غلاف ألبومه القادم عبر حسابه الخاص على إنستغرام، وظهر عطية بالفيديو كفويس أوفر ووجه رسالة مؤثرة مثل ما وصف المتابعين، وقال: كل ألبوم هو خطوة نجاح جديدة بعيشها معكم، وكل شخص فيكم ممكن يكون عايش أي حالة من أي أغنية. قديش سهلة نحكم على الناس هو عنوان ألبومي الجديد، وهو مو أغنية حب، هي حالة كلياتنا منعيشها. طبعا تضمن الألبوم 10 أغنيات منها بدي قلك: الحب العفوي، ملكي وبس، ارحمني، وغير كتار. والفولورز تفاعلوا مع الفيديو وعبروا عن حبهم وإعجابهم بفنانهم المفضل. يلا نسمع شو قال جوزيف ونرجع لنكمل باقي أخبارنا. نجاح جديد عم ينضاف لقائمة نجاحاته، فعلى ما يبدو في إجماع بين محبينه على أنه أعماله يلي عم بينزلها عم بتكون كتير حلوة، وهالشي بيدل عليه نسبة الفيوز العالية يلي عم تجيبهم. حسين الجسمي ومن بعد ما نزل أغنيته الجديدة بعنوان ما بحبك باللهجة اللبنانية، كتب كلماتها منير وعساف ولحنها حسين الجسمي، قدرت أنه توصل لحد هلأ لحوالي 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وبعد عم تحتل المركز الثالث بقائمة التريند كأكثر الأغاني استماعاً على الموقع نفسه. هالأغنية اللي أطلقها الجسمي من 3 أسابيع وأبدع بأدائها حسب رأي جمهوره، هي أول أغنية لبنانية خاصة فيه ولقت نجاح كبير بالعديد من البلدان العربية، وهلأ صارت جاهزة لنسمعها سوا ونرجع. ورح روح بثالث أخبار جولتي لليوم على مصر ولعند الزعيم يلي دايماً وبكل مرة بيتعرض لشائعات بتخص صحته وبتحكي عن وفاته الله يطول بعمره، واليوم رجعت هاي الشائعات للواجهة مرة جديدة. فنفت مصادر صحفية أنه يكون عادل إمام دخل المستشفى بسبب مضاعفات صحية، وأكدت المصادر أنه طبيبه الخاص زاره ببيته من بعد تعرضه لنزلة برد ما لا خطيرة، خصوصاً أنه في تسريبات بتقول أنه نجم الكوميديا مصاب بضيق تنفس مزمن نتيجة عادة التدخين يلي توقف عنا من بعد نصيحة الأطباء، وهي يلي اضطرته لحتى يستخدم آلة لضخ الأكسجين بين الفترة والتانية ووقت يحس أنه هو بحاجة لإله. أما مهنياً فإمام اعتذر عن بعض الأعمال الفنية لأنه ما بيقدر يتحمل ساعات التصوير الطويلة، ولكن قبل فترة تم الإعلان عن إمكانية تصوير فيلم جديد مع ابنه محمد إمام، ولحد هلأ ما تأكد الموضوع بشكل نهائي. ختام جولة فن نيوز لليوم بهوليوود مثل العادة، وعند فيلم بتدور أحداثه حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية يلي بتتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ولازم رجل واحد فقط يتنافس مع الزمن لحتى يتصدى لإلهم. عم أحكي عن فيلم الدراما والأكشن بعنوان The Kingsman يلي وصلت إيراداته لتقريب 95 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي من يوم 22 ديسمبر من العام الماضي بدور العرض المختلفة حول العالم. تم طرح الفيلم من بعد تأجيل لأكثر من مرة لعدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، وهالشي بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويمكن كل تأخيرة وفيها خيرة، فقدر من بعد سلسلة من التأخيرات أنه يحقق أرقام عالية ويحصد نجاح كبير. يلا نتابع التريلر ونرجع. يعني هي كانت كل أخباري لليوم وجولتي الفنية على ترندات المشاهير وأبرز الأخبار يلي صارت بالساعات القليلة الماضية. خلصت، ما ضل مني إلا ودعكم وأخبركم أنه بكرة في أخبار جديدة وبشكل يومي على تلفزيون سما. ضلكم بخير.